تابعين مع المحتوى في رمضان، وحاليا رح نحكي عن الكورونا هاكاثون. مجموعة من المبرمجين اللي تأقلموا مع ظروف الوباء وكانوا سوا في هاكاثون أونلاين على زوم بتنظيم مؤسسة حاسوب وبمشاركة ما يقارب 150 ريادي خلال 3 أيام من المحاولات حتى يحققوا فكرة أو ابتكار ممكن استثماره من خلال إبداع الشباب الموجودين في مجتمعنا في هالمجال. ربيع زيود صار معنا، تحياتي. تحياتي مصطفى لك ولجميع المشاهدين. إذا بدي أطلب منك بجملتين تلخص لنا الهاكاثون ونكون معك بالصورة تماماً، شو بتقول؟ بقدر ألخص المسابقة الهاكاثون اللي كانت هي بتسخير كل العقول من مجتمعنا، من مبرمجين، مصممين، رياديين، لإيجاد حلول لكل المشاكل والتحديات اللي عم بتواجهنا خلال هاي الفترة. مثلاً شو؟ في كتير تحديات عم بتواجهنا، بشو اشتغلتوا؟ يعني كان في عندك من مجال الوقاية لمجال التعليم عن بعد لمجال المجالات الطبية عمليا وأجهزة التنفس، فكان في فرق اللي اشتغلت على أشياء اللي هي ملموسة عمليا زي أجهزة التنفس بأسعار اللي هي معقولة، في مجموعة ثانية اللي اشتغلت على إشي وطبعوه بـ 3D printing، طبعوا زي مجسم اللي بيقدر يمشي وراء الوجه ويعرف يركز على الصباح مع إشي مع فيس ريكوجنيشن عمليا اللي يقدر يعرف إذا هل الشخص عنده حم أو لا بدخوله على المؤسسات المعينة، طبعا بطريقة أوتوماتيكية. يعني في حلول اللي موجود اليوم بس إحنا عملنا لها أتمتي. مشاريع ثانية توجهت أو ركزت على موضوع التعليم عن بعد وكل موضوع طلاب المدارس وكيف ممكن يتعلموا عن بعد ويستفيدوا من محلات ثانية. وهون بنشوف كنا نشوف كمان حتى الابتكار، يعني اليوم انت كطالب مدرسة ممكن تتعلم بس بالمدرسة اللي انت فيها، حسنات الاونلاين هي انك ممكن تكون هناك وتصير نرفع مواد، المعلمين يرفعوا مواد على المنصة معينة على بلاتفورم معينة اللي انت كطالب يكون عندك حرية الاختيار وتتعلم من المعلمين اللي ما كانوا موجودين بمدرستك. نعم، يعني كأنه كمان في احتمالية او بخيالكم رحتوا لتوسيع هذا الافق حتى تشتغلوا انه يصير واقع. عم نحكي ربيع كمان عن يعني انه كل الناس تغير عليها الظروف في خلال ازمة الكورونا، لكن وكأنه اللي بيشتغلوا بالهايتك او في كل مجال البرمجة يعني ما تغيرش العالم، بعدنا اونلاين، بعدها الحياة سهلة، انتم ما تأثرتوش كتير. هو كان يمكن أسهل إشي على الأشخاص اللي عن جد عندهم الإمكانيين إن يشتغلوا بالأونلاين. يعني إذا بنشوف شركات الهايتك أغلبها كملت شغل، طلعت كل الموظفين تاعتهم يشتغلوا من البيت، كله ممكن يشتغل مع اللابتوب تاعه من بيته، يشتغل مع الفرق تاعته وعن جد كمل الشغل. إحنا حتى كمؤسسة يعني كحاسوب مؤسسة اللي بتدعم كل موضوع الهايتك وريادة الأعمال، حتى إحنا كل واحد عم بيشتغل اليوم من بيته. حتى مشروع زي الهاكاثون هذا مشروع اللي بياخذ له أشهر تحضير، يعني بشكل عام إحنا هنا خلال 3 أسابيع 4 أسابيع حضرنا لها لمسابقة اللي بشكل عام بياخذ لنا كتير أكثر وقت، وهنا إحنا كمان نظمنا كل هاي المسابقة بالأونلاين فما كان سهل. بالنسبة للهايتك ولقطاع الهايتك بشكل عام بالأيام الأخيرة عم بنشوف إنه حتى قطاع الهايتك اللي كان بالأول حصين أو ما كان متضرر من الأزمة اللي عم بتصير اليوم بلش يصير في هناك كمان ضرر عم بوصله. بالضبط ضرر عم بوصله، وانا بقدر احكي ليش كمان، عشان اليوم شركات الهايتك هي بالاخر شركات اللي بتطور حلول للقطاع الخاص للقطاع العام للحكومات، فلما في هنا دومينو افكت عمليا لما صار إشي على مؤسسات معينه اللي بطلت تستخدم السيرفيس او الخدمه بشكل كامل، فكمان المزود الخدمة اللي هو ممكن يكون بهاي المرحلة بهاي المحل شركة هايتك في مرحلة راح يتضرر. طب زي ما حكينا بالأول الضرر إجا متأخر، بس إذا لا سمح الله استمرت الأزمة لوقت طويل بنشوف إنه ممكن كمان يأثر على. وأعتقد يعني كمان يعني استمرارا على حديثك إنه عجلة الاقتصاد لما بتكون واقفة فهي راح تضر بالآخر كل محيطها وكل محيط الدائرة، إحنا كلياتنا شرائح راح تتضرر إسا أو شهر كمان أو كمان شهرين بالنهاية العجلة أساسية. بسؤال بجملة سريعة ربيع لو سمحت، يعني الفرق بين ما قبل كورونا وهاكاثون بتنظم حاسوب وما بين الهاكاثون الأخير اللي كان على الزوم وعم بيصير حتى مع لجنة تحكيم اللي موجودة على الزوم؟
اسمع، كانت تجربة رهيبة. يعني احنا لما فكرنا نعمله كان عندنا كثير تساؤلات، نعمله ما نعملوش. بالاخر حكينا انه احنا ما راح نخسر شيء، تعالوا نعمل ونضم فريق، يعني تكون فريق من المتطوعين اللي هم مهندسين شباب بيشتغلوا بكبرى الشركات. قررنا نخوض هاي التجربة، وكانت مغامرة وكانت مغامرة رائعة جدا. يعني شارك فيه 160 شخص، تكونوا 19 فريق من كل أرجاء، من كل البلاد. يعني حتى شارك معنا شباب من غزة ومن من من منطقة الضفة ورام الله. يعني هاي شغلات اللي بالأيام العادية وبالهكاثونات العادية ما كان ممكن تكون بشكل دائم. يعني انه يكون شاب من ينتسب لفريق من هون، هو متواجد بغزه، ينزل يعمل الديمو تاعه بغزه. هاي اشياء اللي ما كنا ممكن نشوفها بهكاثون عادي. تعلمنا كثير، كان في كثير تحديات اللي هي تحديات تقنيه. نعم. كيف ندير هيك مشروع اونلاين وبهذا الحجم، وانك تتابع مع الناس وتتابع مع المنتورز الموجهين ولجنه التحكيم اللي كانت مركبه كمان من اشخاص من قياديين بمجالاتهم، مثل البروفيسور فهد حكيم مدير المستشفى الانجليزي بالناصري، دكتور محمود كيال اللي هو كمان ريادي وكمان طبيب، سيد شادي بشارات، دونا حاج، غيداء رناوي. فكان في هون لجنه السيد خليل شواهني، فكان في لجنه تحكيم كمان جاي من قطاعات مختلفه اللي كان ممكن تستثمر بالشباب او توجههم بعدين لو ممكن يجيبوا استثمارات. ربيع نعم. مصطفى جمله اخيره، انا بفكر انه بكل ازمه في 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 فرص جديده، وهذه فرصة لإلنا كانت كمؤسسة، وبفكر لكثير ناس إنها تتعلم عن كل موضوع الأونلاين وشو ممكن الأونلاين يعطي، وكيف ممكن عن جد ننقل جزء. أنا ما بدي ما بتمنى إنه ننقل كل حياتنا للأونلاين، بس بتأمل إنه نقدر ننقل جزء من الأشياء وكيف ممكن نستخدم الأونلاين لصالحنا. يعني ربيع، يعني أنا كنا في الحلقة الأولى الرمضانية من المحتوى في رمضان، كان معنا كمان حسن عباسي اللي استثمر كمان كل الأزمة ونجح أنه يطلق تطبيق خاص يسد حاجة الناس. هذا كمان بأكد على جملتك الأخيرة. أنا بدي أشكرك وأشكر كل الطاقم العامل في حاسوب، يعطيكم العافية، رمضان كريم. شكرا كثير مصطفى، يعطيكم العافية.